الصراحه واقف على السور ليه؟ لا مش بصور اخوك، ده انا عامل بس مباشر لاجواء رمضان يعني. انا بس ماشي هاكل. مسأل انا مني بصوره فخايف طبعا. طبعا يا جماعه اتمنى البث المباشر يكون عجبكم. يما سانتا يا حبيبي، طبعا هنا البلد دي اجزاء، جزء ليه صاحي وجزء تلاقيه نايم خالص. في طبعا اللي يقول لك انت بتعمل ايه؟ انت بتصور لنا ليه؟ السلام عليكم، عامل طيبين؟ وجينا يا جماعة هنا طبعا مقر المسراتي، هيبدأ من الحتة دي إن شاء الله. خلاص كده احنا لفينا البلد يا جماعة، بدأنا من عند جامع العمري ورجعنا تاني عند جامع العمري. السلام عليكم. والله ما فاهم عن السايق، مش طبعا عن السايق. احمد عامل ايه؟ سان طايق سيرج، سان طايق ده يا جماعة طبعا جامع العمر اهو، بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا بس يلا بس يا ابني انت كل سنة طيب يا جماعة طبعا، وحبيت بس ايه اعمل جولة كده في السريع. السلام عليكم. طبعا يا جماعه الوضع ان انت تمسك تليفون وتمشي تصور طبعا في البلد هيقولوا عليك ايه. طبعا الناس برضو عقليتها مش مستوعبه اللي انت بتعمله، هيقولوا عليك مجنون يا اهبل. يعني اللي يقولوا عليك ده ايه، ده مجنون الاهبل، ايه ده بيصورنا ليه، ايه اللي هو بيعمله ده. طبعا بس احنا حبينا ان احنا نوريكم ايه الاجواء طبعا في الفلاحين برضو، غير المدن بتبقى هيصة. واحنا خلاص الساعة دخلت على واحدة واحدة ونص، فكان لازم طبعا ان احنا ايه الدنيا بتبقى هادية برضو، وعشان تمسك تليفون وتمشي تصور كده في الناس في البلد فالموضوع صعب يعني.